الساعة 21 بتوقيت غرينتش ولمدة 45 دقيقة. الأخبار المتاحة من بريطانيا. مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا مع برامجنا المنوعة والمقدمة إليكم من إذاعة الأخبار المفرحة، وهي على التوالي برنامج رحلة الباحث يقدم باللهجة الأمازيغية تشليحيت، ثم برنامج الأخبار السارة، ونختم سهرة الليلة مع حلقة جديدة من برنامج المرأة أنا وأنت على الطريق. فنرجو لكم أحلى الأوقات مع هذه البرامج الشيقة. السيدنا عزانين أيتما ديستما هيا أرسلنس مرحبا وسايس نتبرات نتشارت أمدون مسيقل يونو مسيقل يغارة سنتا قانت يفتو عائلي غير مي أشور إصدار أي زيت يتغاشا إيقلين يدرس لك لغدوية تزارت إيقن يكلح